كمال الشناوي فنان مصري اسمه بالكامل محمد كمال الشناوي، ولد يوم 26 ديسمبر لعام 1921 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، دون جوان السينما المصرية كمال الشناوي، مع دون جوان تاني اللي هو رشدي أباظة. صورة نادرة ليهم مع بعض، وهنا برضو صورة نادرة مع دون جوان تالت أحمد مظهر. عاش في بداية حياته بحي السيدة زينب بالقاهرة، وتخرج من كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، كما التحق بمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعدها مدرسا للتربية الفنية لمدة عامين. على الرغم من الشائعات التي ترددت عن علاقة كمال الشناوي بالفنانة شادية، إلا أنه لم يحدث بينهما أي ارتباط، بل تزوج من شقيقتها عفاف شاكر التي مارست الفن سنوات قليلة ثم اعتزل، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالانفصال. دي شادية طبعا الفنانة المحبوبة الله يرحمها، ودي شقيقتها عفاف شاكر تشبهها كتير، هي دي اللي اتجوزها كمال الشناوي. وهنا برضو صور ليهم مع بعض يبين الشبه الكبير اللي كان بينهم. كتير ما يعرفوش المعلومة ديت. يتزوج بعد ذلك كمال الشناوي من السيدة هاجر حمدي التي استمر زواجه منها نحو عامين، أنجب خلالهما ابن يدعى محمد يعمل بالإخراج، وله ولد اسمه نور. نور ده ليه حكاية، حكاية لوحده هنشوفها دلوقتي. دي هاجر حمدي تزوجها بعد عفاف شاكر، كانت راقصة. ده نور اللي هو حفيد كمال الشناوي، ده حفيد أيضا عبد الحليم، أخت عبد الحليم حافظ اللي هي السيدة عليا، ده يعتبر حفيدها برضو وهو برضو فنان. دي صورة نادرة جدا لشقيقة عبد الحليم حافظ اللي هي عليا. كما تزوج كمال الشناوي من زيزي الدجوي خالة الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب، وأنجب منها عمر وإيمان. دي الزوجة الثالثة، زيزي الدجوي ديت خالة ماجدة الخطيب الفنانة المعروفة. هنشوف بقى حكايته مع ناهد شريف الزوجة الرابعة، حكاية ولا في الخيال. ارتبطت ناهد شريف بفتى الشاشة الأول كمال الشناوي الذي كان يقبرها بحوالي 25 سنة، ولأنه كان متزوجا في ذلك الوقت من أخرى فكان زواجهما سريا وفقا لمقال ناقد وجيه، وتردد أن ناهد وقعت في غرام الشناوي منذ المشهد الأول الذي قامت بتمثيله معه في فيلم تحت سماء المدينة، لكنها لم تستطع البوح بحبها فظلت تخفيه ولم تستطع التخلص من حبها. وذات يوم اتصلت به لتقابله وسألته عن سبب ضرورة أن يأتي طلب الزواج من الرجل وليس المرأة، فرد عليها قائلا إن ذلك يعد تكريما للمرأة وحتى تكون صاحبة الرأي والاختيار. وأدرك الشناوي في ذلك الوقت الهدف من سؤاله، وهو أن ناهد أرادت أن تخبره بمشاعرها ورغبتها في الزواج منه، وتردد الشناوي كثيرا في الأمر لأنه كان متزوجا، فطلب منها مهلة للتفكير حتى صارحها هو بحبه. حاول الشناوي إرضاء ناهد والتقرب منها بشكل أكبر، فطلب منها أن تشاركه بطولة فيلم نساء الليل عام 73 الذي كان يحضر لإنتاجه ويكون هو البطل أمامها. وبدأ التصوير ولم يستطع أي منهما إخفاء مشاعره نحو الآخر، وحقق الفيلم نجاحا كبيرا، وحصلت ناهد على جائزة التمثيل الأولى، فعرض عليها الزواج لكن في سرية لأنه كان متزوجا. وفعلا وافقت ناهد أن تكون زوجته في السر، وارتضت أن تشاركها في زوجته الأولى وعاشت معه في سعادة، واعتبرته كما أكدت بنفسها أقوى حب في حياتها. بعد زواج استمر 6 أعوام، ورغم حبها الشديد له طلبت ناهد شريف الطلاق من الشناوي بعدما تولد الملل بداخلها، ورفضت وضع الزوجة الثانية وضاقت بكونها نصف زوجة وتعيش نصف الوقت مع زوجها. ونشرت جريدة الجمهورية خبر طلاقهما في صفحتها الأولى بتاريخ 8 نوفمبر 1972. دي صور نادرة ليهم مع بعض، كمال الشناوي وناهد شريف من أعمالهم. ولسه حكايتهم برضه ما خلصتش. ناهد كانت تعيش أكثر من مأساة، خاصة حيث أنها كانت العائل الوحيد لشقيقاتها التي كانت تعاني الشلل
وتحتاج لرعاية دائمة، ومع ذلك لم تكن ناهد من هذا النوع الذي يتاجر بمأساته أو يشكو حاله لينال عطف الآخرين. علمت ناهد شريف خبر إصابتها بسرطان الثدي في عام 79 بينما كانت في أوج شهرتها، وفي هذه الفترة تخلى عنها زوجها إدوارد بعد اللي اتجوزها بعد جمال الشناوي وتركها في لبنان وحيدة، فاضطرت لقطع فترة علاجها لتعود للقاهرة بعد أن نفذت النفقات اللازمة للإقامة. ورغم تلقاها من الشناوي وانقطاع الصلة بينهما تماما، إلا أن ناهد عندما اضطرت لطلب مساعدة أحد لم تلجأ سوى لكمال الشناوي، فاتصلت به بعد إصابتها بمرض السرطان وبلغته أنها بحاجة إلى إجراء عملية جراحية خلال 48 ساعة وعلاجها يحتاج السفر للخارج، لكنها لا تستطيع، فأخذ الشناوي أوراقها ليتمكن من الحصول على قرار علاجها على نفقة الدولة. ذهب الشناوي لمكتب فؤاد محي الدين رئيس الوزراء وقتها، واقتحم غرفة الاجتماعات حيث كان في اجتماع للوزراء وأطلعه على الأمر، وبالفعل وافق أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج، وسافرت ناهد للسويد ونجحت العملية وعادت القاهرة لتمارس حياتها بصورة طبيعية، لكن السرطان هاجم جسدها من جديد بعد أن أصبح جسدها ضعيفا غير قادر على المقاومة وتوفيت بعدها. أما الزوجة الأخيرة التي تزوجها كمال الشناوي فهي اللبنانية عفاف نصر التي تزوج منها أيضا وكانت آخر زوجاته الخمسة. دي اللبنانية عفاف نصري آخر زوجات كمال الشناوي، ودي صورة قبل وفاته الله يرحمه. من ناحية أخرى كان قد تسبب فيلم وداع في الفجر في قطيعة بين كمال الشناوي وبين الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث منع الرئيس عرض الفيلم والذي ظهر فيه مبارك في عام 1956 حيث كان قائدا لسرب الطيران، وهو بالفعل كان منصبه وقتها. من ناحية أخرى تمتع الفنان كمال الشناوي موهبة فنية منذ طفولته، حيث قدم أول أدوار وهو لا يزال طالبا بالمرحلة الابتدائية من خلال فرقة المنصورة المسرحية، كما كان عاشقا للفن التشكيلي والتصوير إلى جانب الغناء، وقدم أول تجاربه الحقيقية من خلال دور البطولة في إحدى المسرحيات الجامعية بعدما اختاروا الفنان زكي طليمات الذي أثنى على أدائه وشجعه على الاستمرار في التمثيل. في عام 1984 قدم الفنان كمال الشناوي أول أفلامه بعنوان غني حرب من إخراج نيازي مصطفى، كما قام بتقديم فيلمين في نفس العام تحت عنوان حمامة السلام من إخراج حلمي رفلة وعدالة السماء من إخراج أحمد كامل مرسي، وشاركته الفنانة شادية بطولة الفيلمين لتبدأ بينهما رحلة فنية بعد أن شكلت دويتو أعجب به الجمهور، وتنوعت أدوار الشناوي بين الخير والشر والدراما والكوميديا في أكثر من 300 فيلم طوال حياته، حيث تميز في دور الفتى الوسيم الذي تقع في غرامه الفتيات، مما جعل من حوله يطلقون عليه لقب دون جوان نظرا لوسامته الشديدة. ودع كمال الشناوي الحياة من فوق كرسي متحرك بعد أن أقعدته الشيخوخة، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد مشوار فني دام 62 سنة. توفي عن عمر الناهز 89 سنة في فجر يوم الاثنين 22 أغسطس عام 2011 الموافق 22 رمضان عام 1432 هجرية، وذلك بعد معاناته مع مرض السرطان وبعد قضاء أعوامه الأخيرة على الكرسي المتحرك. هنا هو بيسندوه، هنا في آخر أيامه آخر صور ليه، وهنا على الكرسي المتحرك وهم بيكرموه الله يرحمه. لو أعجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.